بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، اهلا وسهلا بكم محاضرة ثانية من محاضرات المراجعة المركزة. وصلنا وياكم بالجسيمات الحالة، وصلنا وياكم المل للجسيمات الحالة. طلاب، المطلوب من عندكم هي اول شغله انه اللايك ما راح ياثر عليك على الفيديو، بس راح ياثر على ايش؟ انه راح يصعد الفيديو لا اكثر ولا اقل، يعني ما راح تنتل من تضغط اللايك. انتبه عليه. وصلنا وياكم شنو الجسيمات الحالة. الجسيمات الحالة، شوف شنو الجسيمات الحالة؟ يقول هي عبارة عن حويصلات محاطة بغشاء. شباب، الحويصلة عبارة عن تشيس، عبارة عن شنو؟ تشيس، تمام؟ يعني شنو؟ تشيس، حويصلة محاطة بمن؟ بغشاء، يعني تشيس. أحادي الطبقة وتحتوي أعداد كبيرة من الإنزيمات المحللة، أكثر من 40 إنزيم محلل، تكون مسؤولة عن عملية الهضم داخل الخلية. وموقع الجسيمات الحالة في جميع الخلايا تقريبا، وبشكل خاص في الخلايا التي تتميز بقابلية البلعمة. أعطيني مثال على خلايا تتميز بقابلية البلعمة. الجلسات، خلايا الدم البيض العدلة. انتبه عليه، تعالوا يعني بالك وياي. الجسيمات الحالة، محاضرة اليوم موضوعي اسمه الجسيمات الحالة. الجسيمات الحالة، الجسيمات شنو؟ الحالة. يا ولي شنو الجسيمات الحالة؟ بالك وياي شنو الجسيمات الحالة؟ انتبه علي. شوف، أنا عندي خلية، عندي شنو؟ خلية، عندي شنو؟ خلية. الخلية أخذت بيها النواة، يعني إنه مكوناتها اللي هو الغشاء والسيتوبلازم والنواة، وأخذت بيها الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة والملساء، وأخذت بيها الجهاز كولجي، وأخذت بيها شنو؟ الميتوكوندريا. أخذت بيها شنو؟ الميتوكوندريا. بالك وياي. والبلاستيدات بالنباتية هنا ما اقدر ارسمها. هنا شو يقول؟ يقول عندي حويصلات محاطة بغشاء أحادي الطبقة. عندي شنو؟ حويصلات محاطة بغشاء أحادي شنو؟ الطبقة. تحتوي بداخلها أكثر من 40 إنزيم محلل. تحتوي بداخلها أكثر من 40 شنو؟ إنزيم محلل. بالك وياي. هاي شنو؟ جسيمات الحالة. جسيمات شنو؟ الحالة. شوف، عبارة عن حويصلة محاطة بغشائين، لو غشاء واحد، لا استاذ، غشاء واحد بداخله شنو؟ أكثر من 40 إنزيم محلل. أكثر من 40 إنزيم محلل، عبارة عن حويصلات محاطة بغشاء أحادي الطبقة، تحتوي بداخلها أكثر من 40 إنزيم محلل، لها القدرة على الهضم داخل الخلايا. لها القدرة على الهضم شنو؟ داخل الخلايا. يعني تشيس بتيزاب، هذا التيزاب من راح يوقع على هاي العضيات راح يموحها، راح يهضمها، تمام؟ يقول وين توجد؟ هنا الموقع مالتها، موقع تقول استاذ توجد في جميع الخلايا شنو؟ الحقيقية، وبشكل خاص وين؟ في الخلايا، يا خلايا التي تتميز بقابلية منو؟ البلعمة. من نطين عليها مثال يا خلايا تتميز بقابلية البلعمة؟ تقول استاذ خلايا أو كريات الدم البيض العدلة، اللي هي نفس الكريات تعتبر شنو؟ خلايا. وضحت وياك الصورة؟ فهي موجودة في سيتوبلازم جميع الخلايا حقيقية، وبشكل خاص تتميز، يعني موجودة بشكل خاص في الخلايا التي تتميز بمن؟ بقابلية البلعمة. مثل منو عندي خلايا تتميز بقابلية البلعمة؟ تقول استاذ خلايا الدم البيض العدلة. زين استاذ، اوكي حد هنا تمام. زين، يقول شنو وظائف الجسيمات الحالة؟ شنو وظائف شنو الجسيمات الحالة؟ يا ولد افهمك، انا مو اراجع، افهمك. الجلستات تخلص سيتوبلازم الخلية من بعض الدقائق الغذائية وقطع الميتوكوندريا والأحياء المجهرية وغير ذلك من الشوائب. تعال أرجعك للرسم. شوف، أنا عندي هذا سيتوبلازم الخلية، هذا شنو سيتوبلازم الخلية؟ انتبه عليه. هاي الإنزيمات المحللة مال الجسيمات الحالة، هاي لونها الأخضر. سيتوبلازم الخلية شبيه بقطع ميتوكوندريا، يعني نص ميتوكوندريا مكسورة. هاي شنو؟ قطع ميتو كوندريا. هيا رقم واحد. اثنين، هاي التفاحة، هاي شنو؟ دقائق غذائية. باوع، هاي هيك للتوضيح طبعا، هاي بكتيريا عود. أحياء مجهرية، هاي ثلاثة. وشوية عندك هنا شنو؟ شوائب. بالك وياي، بالك وياي، بالك وياي، وشغل دماغك. انتبه عليه. واحد،
اثنين ثلاثة أربعة. شنو وظيفة الجسيمات الحالة؟ بالك وياي، شنو وظيفة الجسيمات الحالة؟ تبع علي تقول استاذ الجسيمات الحالة هاي مو جسيمات حالة، تقول استاذ تخلص سيتوبلازم الخلية، السيتوبلازم الخلية من أول شيء الدقائق الغذائية قطع الميتوكوندرية والدقائق شنو الغذائية والأحياء المجهرية، وبعد منو عندي هاي الشوائب. صار واضح؟ فهنا انتبه عليه، تخلص سيتوبلازم الخلية من قطع الميتوكوندريا والدقائق الغذائية والأحياء المجهرية والشوائب. حدد المسؤول عن تخليص سيتوبلازم الخلية من الدقائق الغذائية وقطع الميتوكوندريا والأحياء المجهرية والشوائب. شو تقول لي؟ الجسيمات الحالة. الجسيمات الحالة هاي الوظيفة الأولى. تعال نرجع الوظيفة الثانية، يقول تحت تؤدي دور مهم في عملية التحول الشكلي. تؤدي دور مهم في عملية التحول الشكلي. تعال بالك وياي، هذا هنا ما يحتاج، أنا عندي هذا دعموس ما الضفدع، هذا شنو دعموس ما الضفدع اللي هو شنو دعاميس الضفادع، راح تتحول تكبر، شو يصير عندي؟ يصير عندي ضفدع بالغ، يصير عندي شنو ضفدع بالغ، بس باوع الضفدع البالغ بدون ذيل. هاي العملية منا اللي جاي من دعاميس الضفادع إلى شنو ضفادع بالغة. شو اسمها العملية؟ اسمها التحول الشكلي. منو المسؤول عن التحول الشكلي؟ الجسيمات الحالة. شلون؟ هسه تعرف التحول الشكلي، يقول هو شنو اختفاء ذنب، هذا الذنب مال يرقات الضفادع عند تحولها المن الى ضفادع بالغه، اختفاء ذنب يرقات الضفادع عند تحولها المن الى ضفادع بالغه. التحول الشكلي وهي عمليه اختفاء ذنب يرقات الضفادع عند تحولها المن الى ضفادع بالغه. شلون العمليه استاذ باوع؟ هذا الذيل بخليه بشنو خلايا، صح لو لا؟ كل ذيل ايش بيه؟ بخلايا، مكون من خلايا. كل خليه بيها نواه، جهاز كولجي، ميتوكوندريا، شبكة بلازمية، صح لو لا؟ الجسيمات الحالة راح تفرز انزيماتها وين؟ للسيتوبلازم. راح تفرز انزيماتها وين؟ للسيتوبلازم. راح شو تؤدي هاي الانزيمات؟ إلى تحطيم جزيئات السيتوبلازم، أو شنو هو؟ جزيئات السيتوبلازم الكبيرة تحطمت، وبالتالي شنو هو؟ موت الخلية وتحللها. فهو عملية التحول الشكلي هو شنو تعريفه؟ تبع عليه، هي عملية اختفاء ذنب يرقات الضفادع عند تحولها إلى ضفادع بالغة. شلون؟ تقول استاذ من خلال تحرر انزيمات الجسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية، مما يؤدي إلى هضم محتويات السيتوبلازم من الجزيئات الكبيرة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى موت الخلية وتحللها. موت الخلية وتحللها عملية تطلق عليها شنو؟ التحلل الذاتي. انتبه عليه، تعال أرجعك. شوف شوف شباب. زين، عرف التحول الشكلي، هي عملية تحدث عند تحول يرقات ضفادع إلى ضفادع بالغة من خلال تحرر انزيمات الجسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية، وينتج عن ذلك هضم محتوى السيتوبلازم الكبيرة، وبالتالي موت الخلية. زين، هسه هاي من ضمن الوظائف تعمل دور مهم بمن؟ بعملية التحول الشكلي. تعمل على تحطيم الخلايا شنو الخلايا المكونة لها. هنا نضيف لي عبارة، انتبه عليها، ما راح تجيك المراجعة، ضيف لي هنا نقطة. تعمل على تحطيم الخلايا المكونة شنو لها عند موت الكائن الحي. تعمل على تدوير العناصر في الطبيعة. تدوير العناصر في الطبيعة يعني الكائن راح ترجع إلمن إلى مواد الأولية، الكربوهيدرات، بروتينات وغير ذلك. زين، التحلل الذاتي هي عملية تحرر انزيمات الجسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية، وينتج عن ذلك شنو هضم محتويات السيتوبلازم من الجزيئات الكبيرة، وبالتالي موت الخلية. وتسهم هذه العملية في تحلل أجسام الكائنات الحية بعد موتها وتدوير العناصر في الطبيعة. باوع، التحلل الذاتي والتحول الشكلي نفس التعريف. شو نفس التعريف؟ هو أنا عندي مشترك، عامل مشترك، التحول الشكلي والتحلل الذاتي بعاملين مشتركين، اللي هو شنو اختفاء ذنب العفو، تحرر انزيمات جسيمات سيتوبل، تحرر انزيمات الجسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية، مما يؤدي إلى هضم محتويات السيتوبلازم من الجزيئات الكبيرة، وبالتالي موت الخلية وتحلله. تمام؟ التحول الشكلي بس أضيف له نقطة، اختفاء ذنب يرقات ضفادع إذا تحولها إلى ضفادع بالغة. التحلل الذاتي أضيف له يعني نقطة اللي هي شنو كما تعمل على شنو تدوير تحليل أو تحليل
الكائنات الحية بعد موتها، وتساهم هذه العملية في تحليل الكائنات الحية بعد موتها. هذا التعريف قدامك. انتبه عليه يا شباب. يقول وجود الجسيمات الحالة في كريات الدم البيض العادلة، لأن كريات الدم البيض العادلة تتميز بين مقابلية البلعمة، حيث تقوم الجسيمات الحالة بإفراز انزيماتها على الجسيمات الغريبة وتحللها. انتبه عليه، احنا هاي الخلية شبيهة خلايا الدم الحمر، مو تلتهم الجزيئات الغبير اللي هي شنو الجزيئات الغريبة، راح تدخلها ضمن فجوة، راح تدخلها وين؟ ضمن فجوة. تجي الجسيمات الحالة تتحد ويا الفجوة وتهضمها. هسه راح ناخذ موضوع الفجوات، صار واضح؟ زين. تعتبر جسيمات الحالة وحدات تنظيف في السيتوبلازم. ليش؟ ليش وحدات تنظيف في السيتوبلازم؟ قبل شوي قلت لك، لأنها تخلص سيتوبلازم الخلية من بعض الدقائق الغذائية وقطع الميتوكوندريا والحياة المجهرية وغير ذلك من الشوائب. صار واضح؟ متى يحدث وما سبب عملية التحلل الذاتي؟ هي عملية تحرر انزيمات جسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية، وينتج عن ذلك هضم محتويات السيتوبلازم من الجزيئات محتوى السيتوبلازم الكبيرة أو الجزيئات الكبيرة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى موت الخلية. تسهم هذه العملية في تحلل أجسام الكائنات الحية وبعد موتها وتدور عناصر في الطبيعة. أعطيني مثال على التحول الشكلي. تقول اختفاء ذنبي رقاق الضفادع عند تحولها إلى ضفادع بالغة. صار واضح؟ عندي آخر مقارنة اللي هي بين شنو؟ بين الجسيمات الحالة وجهاز كولجي. عندي مقارنة مهمة بين الجسيمات الحالة وجهاز كولجي. انتبه عليه. الجسيمات الحالة يقول عبارة عن حويصلات محاطة بغشاء أحاد الطبقة. أكيد طبقة واحدة. هنا جهاز كولجي تألف من ثلاث رتهات محددة بمن؟ بأغشية ملساء اللي هي صهاريج حويصلات فجوات. الجسيمات الحالة توجد في جميع الخلايا تقريبا، وخصوصا التي تتميز بقابلية البلعمة مثل خلايا الدم البيض العادلة. توجد في سيتوبلازم خلايا النباتية والحيوانية. هنا تتميز بقابليتها على انجاز عملية البلعمة. مو تقوم بعملية البلعمة، لا، تكمل تقفل البلعمة، يعني تنجز عملية البلعمة. هذا هو جهاز كولجي، جهاز افرازي. الوظائف، هاي الوظائف، تخلص الخلايا بعض الدقائق الغذائية وقطع الميتوكوندريا والاحياء المجهرية والشوائب. لها دور في عملية التحول الشكلي، تحتوي الخلايا المكونة لها، تدور عناصر في الطبيعة والى اخره. زين، جهاز كولجي بالخلايا النباتية يشيب بناء السليلوز وبعض مكونات الجدار الخلوي. بالحيوانية بناء وافراز سكريات معقدة، افراز البروتين الذي يحصل عليه من الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة، وافراز العديد من المواد مثل الانزيمات والهرمونات. صار واضح شباب؟ انتبه عليه. عندي موضوع اسمه هيكل الخلية. موضوع شو اسمه؟ هيكل الخلية. هسه هيكل الخلية راح اعوفه منه وبعدين ارجع لك. نروح على المخططات. عندي شنو هيكل الخلية؟ بالك وياي، هيكل شنو الخلية؟ موضوع اسمه هيكل الخلية. هيكل الخلية بالبداية شو يقول؟ يقول للخلايا حقيقية النواة جهاز مميز. للخلايا حقيقية النواة، للخلايا الحقيقية النواة شنو؟ جهاز مميز. الخلايا حقيقية النواة شنو؟ جهاز شنو؟ مميز من الخيوط الدقيقة والنبيبات الدقيقة. هذا بالكتاب موجود. هيك الخلايا حقيقية النواة جهاز مميز من فراغ وفراغ، خيوط دقيقة والنبيبات الدقيقة. صار واضح؟ هذا الجهاز الهيكل الخلية إلى دور مهم بمن؟ بعدة وظائف. تعال أنت عندك الإنسان هنا هيكل الإنسان، وعندي هنا هيكل الخلية. تعال راح أسألك سؤال وتجاوبني عليه. الهيكل عظم الإنسان أقدر أقول وظيفته يعطي دعامة للجسم؟ اي استاذ، هيكل عظم الانسان يعطي دعامة للجسم، هيكل الخلية شنو؟ يعطي دعامة لمن؟ للخلية. زين، الهيكل الانسان شنو وظيفته بعد؟ يساعد على الحركة والانتقال. يساعد على الحركة والانتقال. زين، تعال هيكل الخلية، هاي مو مقارنة بس اوضح لك. هيكل الخلية
هيكل الخلية شنو يساعد شي يساعد على اليمن على حركة العضيات وين داخل الخلية. بالك وياي هاي وظائف هيكل الخلية. زين تعال نقطة ثلاثة، هيكل الإنسان يحافظ على الشكل. هسه تتخيل نفسك بدون هيكل عظمي شو تصير؟ كوما مال لحم مجمد. زين فهنا شو يقول؟ يحافظ على شكل الجسم. لا أنا هنا أنا ما عندي حافظ على شكل الجسم، يحافظ على اليمن، يحافظ على شكل الخلية. تبع علي للخلايا حقيقية النواة جهاز خلايا حقيقية النواة جهاز مميز من الخيوط الدقيقة والنبيبات الدقيقة. جهاز مميز من الخيوط الدقيقة والنبيبات الدقيقة. ويقول هيكل الخلية له أهمية بمن يعطي الدعامة الخلية، يساعد على حركة العضيات داخل الخلية، ويحافظ المن على شكلها. فالعضيات داخل الخلية أي عضية موجودة من عضيات السيتوبلازم إن هو مسؤول عن حركة العضيات داخل الخلية. خوف يقول لك حد المسؤول عن حركة الميتوكوندريا داخل الخلية، تقول الأستاذ هيكل الخلية. ليش؟ لأن يعني الميتوكوندريا عضية من عضيات السيتوبلازم، فاللي يحركها هو أكيد شنو الهيكل. انتبه عليه. فهنا أنا هيكل الخلية راح أقسمه هيكل الخلية راح أقسمه شباب، أقسمه واحد اثنين ثلاثة اللي هو إيش عندي؟ عندي خيوط دقيقة وعندي نبيبات دقيقة وعندي جسيم مركزي. هذا هيكل الخلية. انتبه عليه بثلاث شغلات، خيوط دقيقة، نبيبات دقيقة، جسيم مركزي. تعال نجي على الخيوط الدقيقة، نجي على اليمن على الخيوط الدقيقة. شو يقول الخيوط الدقيقة؟ خلي بالك وياي. يقول الأستاذ الخيوط الدقيقة تراكيب رقيقة ومستقيمة. تراكيب شنو؟ رقيقة ومستقيمة. الخيوط الدقيقة تراكيب رقيقة ومستقيمة. خيط رقيق ومستقيم. الخيط رقيق وش يكون؟ مستقيم. لوحظت لأول مرة في الخلايا العضلية. تعال اكو فد شيء انا لوحظ لأول مرة في الخلايا العصبية. من هو؟ محاضرة البارحة جهاز كولجي. جهاز كولجي يقول مو لوحظ لأول مرة في الخلايا العصبية، انا هذا لوحظ لأول مرة في الخلايا العضلية اللي هي من هو؟ الخيوط الدقيقة. دير بالك لا تغلط بالفراغ. يقول تراكيب رقيقة ومستقيمة لوحظت لأول مرة وين؟ في الخلايا العضلية. شنو وظيفتها؟ مسؤولة عن قدرة الخلية العضلية على اليمن على التقلص والانبساط. خوش هنا صار عندك حدد المسؤول عن قدرة الخلية العضلية على التقلص والانبساط. شو تقول لي؟ الخيوط الدقيقة. بس شباب الخيوط الدقيقة تقسم إلى قسمين، تقسم المن إلى قسمين. تعال شنو هاي القسمين؟ أستاذ عندي خيوط الأكتين، خيوط الأكتين وتتألف من خيوط منو؟ المايوسين. خيوط الأكتين شنو وظيفة يعني شنو مما تتألف؟ تتألف من بروتين منو؟ الأكتين. خيوط المايوسين تتألف من بروتين يدعاه شنو؟ يعني بروتين المايو، بروتين المايوسين. يقول وتتألف، شوف تعريف الخيوط الدقيقة، تراكيب رقيقة ومستقيمة لوحظت لأول مرة في الخلايا العضلية، مسؤولة عن قدرة الخلايا العضلية على التقلص والانبساط. تراكيب رقيقة ومستقيمة لوحظت لأول مرة في الخلايا العضلية، مسؤولة عن قدرة الخلية العضلية على التقلص والانبساط. وتتألف الخيوط الدقيقة من فراغ وفراغ، خيوط الأكتين وخيوط المايوسين. خيوط الأكتين تتألف من بروتين الأكتين، والمايوسين من بروتين المايوسين. ما التركيب الكيميائي، ما التركيب الكيميائي للخيوط الدقيقة؟ عندك بروتين الأكتين وبروتين المايوسين. زين استاذ هنا تمام. نجي على النبيبات الدقيقة اللي هو شنو؟ النبيبات الدقيقة. تعريفها شو يقول؟ يقول تراكيب أنبوبية. باع الخيط تراكيب رقيقة ومستقيمة.
النبيبات تراكيب انبوبيه، فهنا تبع عليه تراكيب شنو رقيقه ومستقيمه، لوحظت عفوا تراكيب رقيقه ومستقيمه اكبر من الخيوط الدقيقه. تراكيب رقيقة أكبر من الخيوط الدقيقة، هاي هنا تراكيب رقيقة ومستقيمة، هنا العفو تراكيب العفو هنا لحظة هنا تراكيب أنبوبية، تراكيب شنو أنبوبية، تراكيب أنبوبية أكبر من الخيوط الدقيقة. هنا يعني شنو أضيف نقطة مقارنة أصغر، تتألف من بروتين يدعى بروتين شنو الثيوب يولين، تتألف من بروتين يدعى شنو التيوبيولين. تبع عليه هنا يقول وظائف مالته تنظيم انتقال المواد داخل الخلية، اثنين تلعب دور مهم في حركة الكروموسومات اثناء انقسام الخلية، بعد تشكل الاهداب والاصوات، بعد تشكل الجسيمات المركزية. تبع عليه فهنا إذا قلت لك ما منشأ الجسيم المركزي، الجسيم المركزي من ينشأ؟ من النبيبات الدقيقة، من النبيبات الدقيقة. ليش؟ لأن قال هنا تشكل الجسيمات المركزية. هسه ترى الخط واضح يمك مو واضح، هاي أنا أسرع شوي حتى لا يصير وقت المحاضرة طويل. انتبه عليه. فهسه هنا أنا راح أرجع لك على اليمن على اللي موجود عندي بالمراجعة. قل ممن يتألف هيكل الخلية؟ خيوط دقيقة، نبيبات دقيقة، جسيمات مركزية. حدد المسؤول عن حركة العضيات داخل الخلية مثلا الميتوكوندريا. تقول استاذ هيكل الخلية، عرف الخيوط الدقيقة، تراكيب رقيقة ومستقيمة لوحظت لأول مرة في الخلايا العضلية ومتمثلة بنوعين هما خيوط الأكتين، وتتكون من بروتين الأكتين وخيوط المايوسين، تتركب من بروتين المايوسين. ما موقع وظيفة الخيوط الدقيقة؟ وين؟ في الخلايا العضلية. الوظيفة مسؤولة عن قدرة الخلية على التقلص والانبساط. زين هنا بقولك وياي يقول عرف، انتبه عليه، عرف النبيبات الدقيقة وما موقعها ووظيفتها، وهي أكبر من الخيوط الدقيقة وتتمثل بتراكيب أنبوبية مكونة من بروتين يدعى شنو التيوبيولين، وتعد مهمة الوظائف في حركة الكروموسومات أثناء انقسام الخلية، مهمة الهيكل الخلية تنظيم وانتقال المواد داخل الخلية، وتدخل في تركيب الأهداب والأصوات. زين موقعها بالقرب من النواة في السيتوبلازم الخلايا الحيوانية، بالقرب من النواة في سيتوبلازم الخلايا الحيوانية وبعض الأحياء الواطئة مثل منوة فراغ وفراغ اللي هي الطحالب والفطريات. صارت عندي هنا نقطة مهمة، تبع عليه سجلها يمك بالملاحظات. يقول مثل لأحياء واطئة، منو عندي؟ الطحالب واثنين الفطريات. زين شنو التركيب الكيميائي للخيوط الدقيقه؟ بروتين الخيوط بروتين اكتين وبروتين مايوسين. التركيب الكيميائي المال للنبيبات الدقيقه بروتين شنو الاتيوبيولين. زين ما التركيب الكيميائي للهيكل ككل؟ بروتين اكتين وبروتين مايوسين وبروتين شنو الاتيوبيولين. راح تقول لي استاذ ليش ثلاثه هيل؟ مو انت هيكل الخليه ايش عندك؟ خيوط دقيقه ونبيبات دقيقه، الخيوط ذن الاثنين والنبيبات هذا الواحد. صار واضح؟ زين يقول قارن بين الخيوط الدقيقه والنبيبات الدقيقه مقارنه. هاي المقارنة هو نفس ما قلتها أني، إنه بس تراجع حتى خيوط هاي التركيب الكيميائي خيوط الأكتين وخيوط المايوسين، يعني بروتين الأكتين وبروتين مايوسين، هنا بروتين تيوبيولين. الموقع الخلايا العضلية هاي في سيتوبلازم الخلايا الحيوانية وبعض الأحياء الواطئة مثل الطحالب والفطريات. الوظائف مسؤولة عن قدرة الخلايا على التقلص والانبساط، وهاي مهمة في حركة الكروموسومات أثناء انقسام الخلية، ومهمة الهيكل الخلية وتنظم انتقال المواد داخل الخلية، وتدخل في تركيب الأهداب والأصوات. هنا الشكل تركيب تراكيب رقيقة ومستقيمة، هنا تراكيب أنبوبية، الحجم أصغر حجما، هنا شنو أكبر حجما. زين وصلت وياكم هسه إلى نقطة مهمة اللي هو شنو الجسيم المركزي. الجسيم المركزي انتبه عليه. يقول الجسيم المركزي وهي تجمعات من النبيبات الدقيقة وين؟ قرب النواة، وتتكون من زوج من المريكزات، وكل مريكز يتألف من 9 مجاميع ثلاثية النبيبات الدقيقة، ويوجد الجسيم المركزي ما لنا علاقة. تعال خلينا نسولف تركيبه. يقول لك ممن يتألف، سؤال مما يتألف الجسيم المركزي؟ تعال يتألف من مركزان، هذا
مريكز يا رقم واحد، وهذا مريكز رقم جديد اثنين، مريكز يا رقم اثنين. شوف يتألف الجسيم المركزي مين من مريكزان، يتألف مين من مريكزان. كل مريكز شبيه بتسع مجاميع ثلاثية النبيبات دقيقة، واحد اثنين ثلاثة، كم مجموعة هاي؟ وحدة، مجموعة وحدة، بس كم نبيب بيها؟ ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة يا مجموعة اثنين، واحد اثنين ثلاثة يا مجموعة ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة يا مجموعة أربعة، واحد اثنين ثلاثة يا مجموعة خمسة، وآخر شيء شو صار عندك؟ تسعة. وهذا كذلك، فهنا ننتبه عليه، راح أسوي لك إياها. هذا ستة سبعة ثمانية وهذا تسعة، انتبه عليه بالك وياك. فهنا الجسيم المركزي مين يتألف؟ يتألف من مريكزان، يتألف مين؟ من مريكزان. هذا مريكز، انتبه عليه استنساخ، هذا مريكز وهذا المريكز الثاني. فالجسيم المركزي يتألف مين؟ من مريكزان. مين من مريكزان؟ وكل مريكز يتألف مين من تسع مجاميع ثلاثية النبيبات الدقيقة. يتألف الجسيم المركزي مين من مريكزان؟ وكل مريكز يتألف مين من تسع مجاميع من النبيبات الدقيقة. زين، إذا سألتك ما التركيب الكيميائي للنبيبات للجسيم المركزي؟ أكيد بروتين تيوبيولين. ليش؟ لأنه ينشأ مين من النبيبات الدقيقة. تعال بالك يعني. يقول يوجد الجسيم المركزي في الخلايا الحقيقية النواة حيث تساهم في عملية انقسام الخلية، حيث يتضاعف الجسيم المركزي. هذا شوف، هذا يتضاعف راح اسولفها بمن؟ اسولفها بالانقسامات، اوفك من هذا. زين، وبعدها يبتعد نحو القطبين وارتبطان بخيوط المغزل. هاي لازم ناخذ انقسامات حتى شنو؟ بالنسبة للطالب اللي مقارن احيانا نهائيا، هنا نحتاج الانقسامات. المحاضرة الأخيرة من الفصل الأول راح اخذها. هنا باوع تبع لي، يقول اين يوجد الجسيم المركزي؟ تقول لي في الخلايا الحيوانيه فقط، ليش النباتيه ما بيها؟ ما مشى الجسيم المركزي؟ اكيد من النبيبات الدقيقه. للجسيم المركزي دور مهم في عمليه انقسام الخليه، لان الجسيم المركزي يتالف من النبيبات الدقيقه التي تلعب دورا مهما، لان احنا النبيبات الدقيقه ما شنو وظيفتها؟ تلعب دورا مهما في حركه الكروموسومات نحو قطبي الخليه. زين، شنو وظيفه الجسيم المركزي؟ تقول استاذ انه يلعب دور مهم في حركه الكروموسومات أثناء انقسام الخلية. ليش؟ لأنه ينشأ مين من النبيبات الدقيقة. فيقول لأن الجسيم المركزي يتألف من النبيبات الدقيقة التي تلعب دورا حيويا في حركة الكروموسومات أثناء انقسام الخلية. زين، ماذا يحدث عند فقدان الخلية الحيوانية للجسيم المركزي؟ لا تستطيع إتمام شنو؟ الانقسام. لا تستطيع إتمام عملية الانقسام. زين، يعني اي خليه ما بها جسيم مركزي ما راح تقدر شنو تنقسم. زين، الخليه النباتيه شلون؟ اكو مراكز تخليق النبيبات الدقيقه، وهذا دليل على ان النبيبات الدقيقه اللي هي تلعب دور مهم بحركه الكروموسومات. زين، يقول تركيب الكيميائي للجسيم المركزي بروتين تيوبيولين، هذا سؤال استنتاجي. ليش؟ علل. تقول استاذ لانه ينشئ من النبيبات الدقيقه التي تتركب كيميائيا من بروتين تيوبيولين. زين، عندي موضوع جديد اللي هو شنو؟ الجسيم الحركي او الجسيم القاعدي. الجسيم الحركي او الجسيم القاعدي، يقول هو يشابه المركزات في تركيبه. يشبه شنو المركزات؟ يعني يشبه الجسيم المركزي؟ لا، يشبه مريكز واحد من ملات الجسيم المركزي. يعني هو عباره عن مريكز وبتسع مجامع، مو مثل الجسيم المركزي عباره عن مريكزان. لا، لان خوتان يقول يشبه الجسيم المركزي، صح لو لا؟ فالجسيم الحركي او الجسيم القاعدي هو يشابه المركزات في تركيبه، حيث يتكون من مركز واحد وتسع مجامع ثلاثيه النبيبات الدقيقه، ويوجد عند قاعدة كل هدب أو صوت ووظيفتها شنو؟ حركة الأهداب والأصوات. زين، أن الجسيم القاعدي هذا استنتاجي، يعني أنه مرات أخلي أسئلة استنتاجية كل شيء يصير. أنه يقول الجسيم الحركي والقاعدي يتألف من 27 من النبيبات الدقيقة. تقول استاذ لأنه يشابه المركزات، أي يشبه مركز واحد يتألف من تسع مجاميع ثلاثية النبيبات الدقيقة. هسه طالب يقول استاذ هنا ما افتهمت، تعال كم نبيب دقيق احسب لي. هسه مجموعه بها واحد اثنين ثلاثه، يعني ايش قد عندك؟ المجموعه واحده ايش قد بها؟ ثلاثه. انا كم مجموعه عندي؟ تسعه، صح لو لا؟ تسعه في ثلاثه 27. المركز الواحد ايش قد بيه؟ 27. زين، هذا الجسيم المركزي وهذا هم 27، يعني الجسيم المركزي ب 54 نبيب دقيق، صح لو لا؟ زين، الجسيم القاعدي هو قال يشبه مركز واحد، يعني ايش قد بي؟ ب 27 بس. هذا استنتاجي، تريد طفره طفره خلي يولي، بس احنا نحكي لمن؟ للاحتياط. زين، انتبه عليه.
حدد المسؤول عن حركة الأهداب والأصوات اللي هو شنو الجسيم القاعدي أو الجسيم الحركي. حدد المسؤول عن حركة العضيات داخل الميتوكوندريا داخل الخلية. شوف تبع عليه حركة العضيات داخل الخلية هيكل الخلية. زين بس حركة الأهداب والأصوات اللي هو منه الجسيم القاعدي. زين انتبه عليه. الجسيم المركزي يقول يوجد في سيتوبلازم الخلايا الحيوانية وهذا يوجد وين؟ عند قاعدة كل هدب أو صوت. يحتوي على زوج من المراكزات وكل مراكز يتألف من 9 مجاميع. هذا يحتوي على مراكز واحد له دور في عملية انقسام الخلية وإلى آخر له دور في حركة الأهداب والأصوات. راح أسألك سؤال علل. يطلق على الجسيم الحركي يطلق على الجسيم الحركي بالجسيم القاعدي لأنه يوجد عند قاعدة كل هدب أو صوت. يطلق على الجسيم القاعدي بالجسيم الحركي لأنه مسؤول عن حركة الأهداب والأصوات. يعني العملية شنو عكسية؟ تعال أضيف لك يا تريد ضيف هنا أضيف هنا. علل. يطلق على الجسيم الحركي بالجسيم القاعدي. ليش؟ تقول أستاذ لأنه يوجد عند قاعدة كله هدب أو صوت. هو ليش سميته أنا قاعدي؟ لأنه موجود بالقاعدة. زين إذا قلت لك لا أريد ليش اسمه حركي. يطلق هسه بالعكس على الجسيم القاعدي بالجسيم الحركي. تقول لي أستاذ لأنه يوجد العفو لأنه شنو؟ لأنه مسؤول عن حركة الأهداب والأصوات. صار واضح؟ هسه خلصت لك وقفلت لك الجسيم الحركي. ناخذ الفجوات. ناخذ شنو؟ الفجوات. شباب الفجوات أنا عندي 3. الفجوات عبارة هي عن أكياس غشائية توجد في سيتوبلازم الخلايا الحقيقية. عندي 3 أنواع. انتبه عليه. شوف عندي فجوة متقلصة وفجوة غذائية وفجوة عصيرية. فجوة متقلصة وفجوة غذائية وفجوة عصيرية. راح أقرأ لك يا هنا أنت تضبط لي ذني وهي تجيك بالوزارة. يقول حدد المسؤول تعال. الفجوة المتقلصة يقول عدد أنواع الفجوات ووظيفة كل منهما. الفجوة المتقلصة تعمل على تخليص الخلية من الماء الزائد عن الحاجة مع بعض المواد الإبرازية الذائبة. الفجوة الغذائية تساهم في هضم الغذاء من خلال إحاطة المواد الغذائية بغشاء من الكائن الحي ويهضم الغذاء داخل الفجوات من خلال الإنزيمات التي تفرزها منها الجسيمات الحالة. زين عند الفجوات العصيرية اللي هي النباتية تحتوي على العصير الخلوي. عرف لي العصير الخلوي. عرف لي اياه. قل له هو عصير لمواد مختلفة. يعني عندك كوكتيل كوكتيل شنو؟ كوكتيل. زين فهذا الكوكتيل بشكل شنو؟ محلول صلب لو ذائب؟ لا استاذ اكيد العصير هو شنو؟ الذائب وليس صلب. فيقول هو عصير لمواد مختلفة بصورة ذائبة او بشكل محلول ذائب ويخزن في وتخزن فيها الفجوات العصيرية وين؟ في الخلايا النباتية. صار واضح؟ انتبه عليه بالك وياك. فهنا الفجوة المتقلصة شنو ميزتها؟ متخصصة. ليش؟ لأنها تعمل على تخليص الخلية من الماء الزائد وبعض المواد الإبرازية. الفجوة الغذائية ميزتها شنو؟ وقتية. تحيط أحاطة وقتية بمن؟ بالمادة الغذائية. انتبه عليه. هنا الفجوة المتقلصة وين موجودة؟ بالك وياي. موجودة في سيتوبلازم شنو؟ الطليعيات كالأميبا والبراميسيوم. تعمل على تخليص الخلية من الماء الزائد وبعض المواد الإبرازية. هي إذا خلصت الخلية من الماء الزائد وبعض المواد الإبرازية شنو راح تصير وظيفتها؟ راح تصير وظيفتها حفظ التوازن المائي. يعني تحفظ التوازن المائي بين الخلية والمحيط الخارجي. انتبه عليه. هنا نحدد المسؤول عن كل مما يأتي. هذا هي مراجعة عامة. حفظ التوازن المائي في الخلية الفجوة المتقلصة. تدوير عناصر في الطبيعة. تحلل الذاتي. تحول سكر الجلوكوز إلى سكريات متعددة بلاستيدة عديمة اللون. تدوير عناصر في الطبيعة تقدر تقول التحلل الذاتي عن طريق شنو؟ الجسيمات الحالة. هنا نضيف لي الجسيمات الحالة وإلى آخره. بالك وياك. يعني. عندي المحتويات الغير حية. عندي هسه موضوع اللي هو آخر شيء هسه بالسيتوبلازم. يقول اذكر انواع المحتويات الغير حيه في الخليه. اذكر انواع المحتويات الغير حيه في الخليه.
عندي اول شيء القطيرات الدهنيه. شوف احنا المحتويات الغير حيويه تعريفها بالكتاب هي شنو؟ خلينا نقول مخلفات سيتوبلازميه ذات طبيعه مختلفه. يعني مخلفات سيتوبلازميه يعني خلينا نعتبرها نفايات مال الخليه، هسه النفايات اللي موجوده اللي ذبوها بالزبل طبيعتها شنو؟ وحده لو مختلفه مختلفه. فنقدر نقول عرفها المحتويات الغير حيه، وهي مواد متراكمه او نعتبرها شنو؟ وهي مواد متراكمه ذات طبيعه مختلفه توجد في سيتوبلازم الخليه، تتكون بصوره وقتيه. يعني راح يصير شنو؟ اكو واحد يخلي مثلا النفايات او الزباله بالبيت دائميه؟ لا، وقتيه، صح لو لا؟ فهي مواد متراكمه ذات طبيعه مختلفه تتكون بصوره وقتيه في سيتوبلازم الخلايا الحقيقيه. وضحت وياي؟ وتنشا طبعا هاي من العمليات الحيويه، تقدر تقول من نشاط العضيات الحيه اللي اخذناها بالبدايه. بس عدد لي اياها، شنو هي هاي المحتويات الغير حيه؟ عدد المحتويات الغير حيه في الخليه. القصه هذه القطيرات الدهنيه. شنو هاي القطيرات الدهنيه؟ انتبه عليه. تقول لي موجودة في خلايا النسيج الدهني وخلايا الكبد. القطيرات الدهنية موجودة في خلايا النسيج الدهني وخلايا الكبد. اثنين، التجمعات الكربوهيدراتية والتي تتمثل بأولا الكلايكوجين كما تتوضح في الخلايا الكبد. هنا مثلا أقول لك اعطيني مثال على محتويات غير حية في خلايا الكبد صارت عندي قطيرات دهنية وتجمعات كربوهيدراتية. إذا قلت لك لا بشكل كلايكوجين، شو تقول لي؟ بالخلايا الكبد. زين، عند البروتينات التي تخزن في الخلايا الغدية بشكل حبيبات إفرازية. تبع عليه، هذا خلية غدية، يعني خلية مال غدة راح أخزن بها شنو؟ بروتين بشكل شنو؟ حبيبة إفرازية. بشكل شنو؟ حبيبة إفرازية تخزن في الخلايا الغدية بشكل شنو؟ حبيبات إفرازية. زين، مخلفات المواد الملونة والصبغات هاي وين موجودة؟ بالجلد. فإذا جبت لك مثل المحتويات غير حية موجودة بالجلد، قل لي مخلفات المواد الملونة والصبغات. بعد شنو عندي؟ الإنزيمات والهرمونات وبعض أنواع الفيتامينات كما في الحبيبات الإفرازية العصبية. شوف هاي هنا شو يقول بالكتاب، باولي بالكتاب، حتى أنا ماكو كلمة ما أقول لك إياها. هنا شو يقول؟ يقول الإنزيمات والهرمونات وبعض أنواع الفيتامينات التي تتخذ أشكالا حبيبية أو كروية، أشكالا حبيبية أو شنو؟ كروية. مثل منو عندي؟ بعض الأنواع الإنزيمات والهرمونات وبعض أنواع الفيتامينات. والنوب شو يقول؟ يقول وقد تكون محاطة بمن؟ بغشاء. تكون محاطة بمن؟ بغشاء. تقول لي كما في الحبيبات الإفرازية العصبية. فهنا ننتبه عليه، هاي بعض أنواع الفيتامينات تكون اللي هي شنو؟ انتبه عليه، حبيبية أو بيضوية، زين، أو كروية، أو تكون هي الحبيبة نفسها بس شنو؟ محاطة بغشاء كما في الحبيبات الإفرازية العصبية. هاي موجودة بالكتاب أو بأي ملزمة أنت عندك، انتبه عليه. ما ميزة الحبيبات الإفرازية العصبية؟ تقول تكون محاطة بغشاء. مثل المكونات غير حية في خلايا الكبد عندك القطيرات الدهنية وتقدر تقول تجمعات الكربوهيدراتية. أي وحدة تجاوبها يتك عليها الدرجة كاملة. صار واضح شباب؟ زين، هسه خلصت انا شنو بالمخطط مالتي؟ خلصت البارحه المخطط اللي سويته، تعال ارجعك عليه شويه. تبع عليه، البارحه سويت لكم مخطط، قلت لكم انا الخليه عندي بها ثلاث مكونات. عندي اللي هو سميناه الاغلفه، اللي هو جدار خلوي وشنو؟ وغشاء بلازمي. وعندي السايتو بلازم اللي هو بمكونات حية ومكونات غير حية. المكونات الحية بديت بيها من الشبكة البلازمية، خلصت المن إلى الفجوات. المحتويات الغير حية ذن الخمسة اللي هسه أخذتهن. النوب عندي أنا هسه اليوم راح أخذ وياكم شنو؟ النواة. النواة بها ثلاث أجزاء، واحد اثنين ثلاثة، بها غلاف نووي، تمام؟ خلينا نقول اثنين، راح اسوي لك اياها على شكل اثنين، بغلاف نووي وبها شنو؟ بلازم نووي. البلازم النووي بشغلتين، بنويه وبشنو؟ شبكه كروماتيني. تبع علي وتنتهي محاضرتي
يعني راح اخذ هذا الجزء من الخليه حتى يكمل عندك شنو خليه، على مود اخذ الايض الخلوي اللي هو يشمل شنو الانشطه الخلويه من ضمنها التنفس، تمام؟ يعني عبور المواد عبر الاغشيه والتنفس، وراها اللي راح اخذ شنو محاضره واحدها اللي هي الانقسامات. صار واضح شباب؟ انتبه عليه، بالك وياي. النواة يقول اهم مكونات الخليه هي النواة. اهم مكونات الخليه شنو؟ النواة. النواة اللي هو نعتبره فد العقل المدبر بداخل الخليه، لان وجودها اساس الحياه، حيث ان بقاء الخليه يعتمد على المبادلات الايضيه التي تتم بين النواة والسيتوبلازم. هسه جاي يحكي لي مقدمه على اليمن على النواة، بالك وياي. مقدمه يحكي لي على اليمن على النواة. هاي الخلية وهاي النواة. شو يقول؟ يقول أهم مكونات الخلية، يعني أهم من الغشاء البلازمي وأهم من السيتوبلازم، اللي هو أهم شيء عنده شنو؟ هذا الأهم اللي هو من هو النواة. ليش؟ لأن الخلية حتى تبقى عايشة يعتمد على المبادلات الأيضية التي تتم بين النواة والسيتوبلازم، لأن وجودها أساس الحياة، حيث أن بقاء الخلية يعتمد على المبادلات الأيضية التي تتم بين النواة والسيتوبلازم. تظهر النواة الخلايا تباينا في اشكالها، يعني النواة انه اشكالها شنو؟ متباينة، مو ثابتة. نواة الخلايا اشكالها شنو؟ متباينة. تقول استاذ لان هذا التباين يوصلها بشكل الخلية، وهي قد تكون اذا الخلية فرضا نقول كروية فربما تكون كروية، او الخلية بيضوية تكون شنو؟ بيضوية. فهنا ان هذا التباين يوصلها بمن؟ بشكل الخلية، وهي قد تكون ما هي اشكال كروية او بيضوية او مفصصة او غير منتظمة، كما هو الحال في خلايا الدم البيض. خلايا الدم البيض انتبه عليه، شوف لو تكون عندي كروية لو بيضوية النواة، لو شو تكون عندي مفصصة أو غير منتظمة، ما بها شكل شنو؟ منتظم، اللي هي نفسها المفصصة أو غير منتظمة، كما هو الحال في خلايا الدم البيض. فهنا أنا إذا جاب لك مثل لخلية نواتها غير منتظمة أو مفصصة، شو تقول خلايا الدم البيض؟ انتبه عليه. يقول مثل لخلية حيوانية تخلو أو تفقد النواة، اللي هو منو عندي؟ كريات الدم البيض. خلايا يعني خلية حيوانية، هذا إجا السؤال العام بالدور الأول. مثل لخلية حيوانية تخلو أو تفقد النواة اللي هو شنو؟ كريات الدم الحمر. زين، هناك حالات تكون فيها الخلايا ثنائية النواة. منو عندي؟ خلايا الغضروف والكبد والخلايا العضلية، خلايا الغضروف وخلايا الكبد والأنسجة العضلية. شوف أنا إيش عندي؟ عندي خلية، شوف هنا انا خليني اوضح لك، عنده خليه تبع لي، احنا مو تعلمنا الخليه بها نواه وحده، اللي هذا اخذنا غشاء بلازمي سيتوبلازم نواه، بس اكو حالات الخلايا شو تكون بها نواتين، شو تكون بها نواتين، اللي هو شنو؟ خلايا الغضروف والكبد والانسجه العضليه، تبيها كم نواه؟ اثنين. زين، نجي على موقع النواه بداخل الخليه، موقع النواه هسه بغض النظر عن العدد، الموقع عندي نواة شوف تتخذ موقعا مركزيا، يعني هاي الخلية وموقعها وين صاير؟ بالنص. يقول تتخذ النواة موقعا مركزيا كما في فراغ من الخلايا الجنينية، أو تتخذ موقعا محيطيا، يعني مو هاي الخلية صايرة هنا محيطية بالجانب أو جانبيا، كما في الخلايا الإفرازية كالخلايا الدهنية أو المخاطية. فهنا أنا إذا جاب لك مثل لخلية نواتها مركزية تقول الخلايا الجنينية، أو مثل لخلية نواتها شنو؟ جانبية، تقول الخلايا الإفرازية كالخلايا الدهنية أو المخاطية. صار واضح شباب؟ زين، هاي خلصت النواة. نجي الغلاف النووي وما أهميته. تبع عليه الغلاف النووي يا ولد، هذا الغلاف النووي، هذا الغلاف النووي، احنا هذا الغشاء البلازمي نعرفه، تمام؟ هذا الغلاف النووي، هذا شوفه، هذا الغلاف النووي، هذا من هو؟ الغلاف النووي. هسه هذا احنا عندنا غشاء بلازمي، ما له علاقه به، غشاء بلازمي. الغلاف النووي هو شنو؟ تعال تعريفه، يقول غشاء رقيق ثنائي الطبقه، يحيط بمن؟ بمكونات السيتوبلازم؟ لا، يحيط بمكونات النواة. يحيط بمن؟ بمكونات النواة. يعمل على تبادل المواد بين النواة والسيتوبلازم من خلال شنو؟ احتواء، انتبه عليه، من خلال احتوائه على ثقوب دقيقه، من خلال احتوائه على اليمن على ثقوب دقيقه. احنا البارحه من اخذت الغشاء البلازمي يسمح بتبادل المواد بين الخليه ومحيطها الخارجي، يقول فراغ يسمح بتبادل او يعمل على تبادل المواد بين الخليه ومحيطها الخارجي، من هو؟ الغشاء البلازمي، الخليه والمحيط الخارجي، الغشاء البلازمي.
فراغ يعمل على تبادل مواد بين النواة والسيتوبلازم من هو الغلاف النووي. صار واضح؟ وطبعا موجود بس في الخلايا البداية. العفو البداية شنو؟ في الخلايا الحقيقية. زين بالك وياي. هنا اكو فد شغلة لازم تعرف. يقول شنو الفرق بين عملية تبادل المواد بين الخلية والمحيط الخارجي والنواة والسيتوبلازم. هنا اول فرق يصير عندك بالغلاف النووي. هنا نصير عندك بين الخلية ومحيطها الخارجي بمن؟ بالغشاء البلازمي. هنا من خلال احتواء على ثقوب دقيقة، هنا احتواء عليه من على جزيئات بروتينية تسمح وتتحكم بمرور المواد اختياريا. صح لو لا؟ زين هذا خلصناه. يقول هو عبارة عن غشاء رقيق ثنائي الطبقة، يوجد هذا الغشاء محيطا بالنواة في جميع الخلايا الحقيقية فيما عدا الخلايا البدائية النواة، حيث لا تمتلك شنو نواة او حيث تمتلك نواة بس بدون غلاف نووي. تقدر تقول حيث شنو لا تمتلك غلاف نووي، وهاي النواة بدون غلاف نووي تدعى بفراغ شنو المنطقة النووية، وله دور مهم في عملية تبادل المواد بين النواة والسيتوبلازم من خلال احتواء عليه من على ثقوب دقيقة يتمر من خلالها بعض جزيئات المواد، وهو غشاء اختيار النفاذية. صار واضح؟ زين اقدر اجيبه ما اوجه التشابه والاختلاف بين الغشاء البلازمي والغلاف النووي، يعني تقدر تسوي مقارنة. ما الفرق بين تبادل المواد بين الخلية ومحيطها الخارجي والنواة ومحيطها الخارجي؟ تبادل المواد بين الخلية ومحيطها الخارجي يتم من خلال الغشاء البلازمي الاحتواء على مواد حاملة تسمح او تتحكم بمرور المواد. اما تبادل المواد بين النواة والمحيط الخارجي، منو محيطها الخارجي؟ السيتوبلازم. زين عن طريق الغلاف النووي الاحتواء عليه من على ثقوب دقيقه. زين وصلنا وياكم لهذا التركيب. هذا التركيب هذا شوفوا، هذا راح احط لك اياه بهذا اللون، هذا راح احط لك اياه بهذا اللون. تبع علي كبر لك القلم، هذا راح اخذه هذا اللون. هذا شنو هو؟ هذا يسموه البلازم النووي. شباب شو اسمه البلازم النووي؟ هذا شو اسمه البلازم النووي؟ سائل هلامي عديم اللون يملأ النواة. شنو الفرق بين بين السيتوبلازم؟ السيتوبلازم شنو هو؟ مادة معقدة. وين موجود موقع؟ اتبع عليه هسه اشبعك مقارنات، اشبعك مقارنات واشبعك أسئلة فكرية. شو تريد ببالك اجيب لك؟ شنو الفرق بين البلازم النووي والسيتوبلازم؟ السيتوبلازم مادة معقدة يشكل الماء 80% و 15% بروتينات و 5% وما تبقى 5% شحوم واملاح وبروتينات او املاح وسكريات متنوعة املاح متنوعة. المهم السيتوبلازم ايش بيه؟ تتوزع بالمحتويات حية وغير حية. يوجد بين الغلاف يوجد بين النواة، يعني موقع الغشاء البلازمي بين النواة والغشاء البلازمي موجود في الخلايا الحقيقية والبداية. البلازم النووي سائل هلامي عديم اللون يملأ موقع وين؟ بداخل النواة، وتتوزع فيه المحتويات النووية المتمثلة بمن؟ بالك وياي، المتمثلة بالنوية. المتمثلة هاي شنو؟ نوية. هاي شنو؟ نوية. هاي شنو؟ المتمثلة تبع عليه، المتمثلة بالنوية والشبكة الكروماتينية. صار واضح؟ هذا هو شنو البلازم النووي. تعال نرجع له بالمراجعة. يقول هو عبارة عن سائل هلامي يملأ النواة، وتتوزع فيه المحتويات النووية المتمثلة بمن؟ بالنوية والشبكة الكروماتينية. المتمثلة بمن؟ بالنوية والشبكة الكروماتينية. انتبه عليه. هسه عندي يقول عرف النوية. شنو النوية؟ اللي هو هذا الجزء، تعال اشوفك اياه بداخل الخلية. راح وين وصلت؟ لهذا الجزء اللي هو شنو النوية؟ تركيب كروي كبير نسبيا. وين يوجد؟ بداخل النواة. تركيب كروي، هذا كروي لو بيضاوي كروي كبير نسبيا، يوجد وين؟ داخل النواة. انتبه عليه. يقول هي تركيب كروي كبير نسبيا يوجد داخل النواة، وهي تتكون يعني تركيبها الكيميائي من الحامض النووي الرايبي الار ان اي زائد شنو بروتين. شنو وظيفة النوية؟ النوية لها دور هام في تكوين الرايبوسومات. احنا البارحة اخذنا عرف الرايبوسومات وقلنا بنهاية الشطر وتنشأ من النوية. ما منشأ الرايبوسومات؟ من النوية. زين يقول
والنواية دور هام في تكوين الرايبوسومات التي يتم فيها تكوين البروتين، يعني البروتين راح يتكون نواية بداخل الرايبوسومات. وتحتوي النواة نواية واحدة وأكثر، كما في نواة خلية البصل تحتوي اليمن على 4 نويات. شوف عندي خلية البصل شباب، عندي خلية البصل هاي خلية شبيهة بها نواة، كم نواة؟ واحدة بس، كل نواة شبيهة 4 نوايات. فهنا اذا جبت لك مثل لخلية تحتوي على 4 نوايات، شو تقول للأستاذ؟ نواة خلية البصل. زين تبع عليه، اكو فرق بين انوية واكو نوايات. الانوية جمع نواة، جمع نواة انوية. نويات جمع شنو؟ نوية. فاذا جبت لك يابا تحتوي خلية البصل على نواة واحدة، صح لو غلط؟ اكيد صح، بها نواة واحدة بس هاي النواة شنو بداخلها؟ 4 نويات. فهنا انتبه عليه، قال لك نواة واحدة، صار واضح؟ زين هسه خلصنا وياكم النواية، خلينا نشوف شنو عندي الأسئلة عليها. ما منشأ البروتينات من الرايبوسومات؟ منشأ الرايبوسومات من النواية. ما منشأ البروتينات في سيتوبلازم الخلايا شنو؟ العصبية. راح تقول استاذ جابه هذا الرايبوسومات، ليش؟ لأن راح أذكرك بالفصل الثاني اللي هو عند حبيبات نسل تمثل مراكز تجمع البروتين. بعدني هاي خليها بعدين، من هذا اقتطعه سوي له سكرين أو سجل تسجيل شاشة، ومن أوصل الفصل الثاني بآخر محاضرة أذكرك بيها. زين ما التركيب الكيميائي للنواية؟ بروتين زائد RNA. فسر الحقائق، بالرغم من عدم وجود النواية في سيتوبلازم الخلايا البدائية، كيف تفسر وجود الرايبوسومات في السيتوبلازم؟ هذا فكري من عندي. زين خلية البدائية مو ما بيها نواية، صح لو لا؟ ميلها رايبوسومات، هي ما بيها نواية، واحنا نعرف انه النواية هي مسؤولة عن بناء شنو؟ الرايبوسومات. تقول استاذ السيتوبلازم فيها خلايا البدائية يحتوي اليمن على منطقة نووية تحتوي اليمن على الار ان اي الذي يلعب دور مهم في تكوين شنو؟ الرايبوسومات. الطلاب اللي درستهم وراثة يعرفون الار ان اي بثلاث انواع، اللي هو ماسنجر RNA، هذا ينقل شنو هو الشفرة الوراثية لمن؟ إلى الرايبوسومات. والTRNA ينقل الأحماض الأمينية، وعندي الRRNA اللي هو هذا مسؤول عن بناء الرايبوسومات. فإحنا قلنا شنو هو؟ إنه ما بيها نوية، بس شنو موجود؟ موجود منطقة نووية تحتوي هاي البروتينات. فهاي من توصل للوراثة راح تعرفون أنا شنو اللي أقصد هنا، انتبه عليه. أعطي مثال لنواة تحتوي 4 نوايات، نواة خلية البصل. ما وظيفة النواية؟ للنواية دور في دور هام في تكوين الرايبوسومات. ما منشأ الرايبوسومات؟ هنا ننتبه عليه، صحح لي اياها. ما منشأ الرايبوسومات؟ هاي مو شبكة الكروماتينية، هاي راح يصير عندك شنو؟ ما منشأ الرايبوسومات اللي هو شنو؟ النواية، لأن أنا هناك عندي تنشأ من الشبكة الكروماتينية هي الكروموسومات، فهنا نصحح لي اياها. ما التركيب الكيميائي للكروموسومات؟ بروتين زائد شنو؟ دي ان اي. تبع علي انا هنا أنا هو الموضوع يحكي على على الشبكه الكروماتينيه، راح اخذ لك اياها بتفاصيل، انا هنا أنا مختصر لك اياها، انتبه علي. هسه اخذنا احنا بهاي اللي فات، تبع علي، اخذت النوايه، هسه راح اخذ هذا الجزء اللي هو شنو؟ الشبكه الكروماتينيه، الشبكه الكروماتينيه. انا باع على الساعه حتى أرد أخلص قبل لا تطفى الكاميرا ويقبط الرام مالتها. تبع عليه، عندي شنو؟ الشبكة الكروماتينية. يا ولد الشبكة الكروماتينية شو يقول عليها؟ تراكيب خيطية متداخلة غير منتظمة. أول شيء تراكيب خيطية متداخلة غير شنو؟ منتظمة. شبكة الكروماتينية تراكيب خيطية متداخلة غير منتظمة توجد وين؟ في النواة. تتضح المن إلى عدد من الكروموسومات، هاي عدد من الكرومو
سومات. ايش وقت اثناء الانقسام الخلوي؟ متى تتضح الشبكة الكروماتينية الى عدد من الكروموسومات؟ الجلستاد اثناء الانقسام الخلوي. انه بعدين راح يصير عندي، راح يظهر عندي كل كروموسوم مؤلف من كروماتيدين مرتبطان معا بواسطة شنو؟ الجزء المركزي. هذا شنو؟ هذا كروموسوم. تبع عليه هذا شنو؟ كروموسوم. هذا كروموسوم. هذا ايش عندي؟ عندي كروماتيد، كروماتيد رقم واحد، وهذا شنو؟ كروماتيد يا رقم اثنين. تبع عليه. فالشبكة الكروماتينية تعريفها تراكيب خيطية تراكيب خيطية متداخلة غير منتظمة تتضح إلى عدد من الكروموسومات أثناء الانقسام الخلوي، حيث يظهر أنه بناخذ كروموسوم واحد، حيث يظهر كل كروموسوم مؤلف من كروماتيدين شقيقين مرتبطان معا بواسطة شنو؟ الجزء المركزي. زين، نجي للكروموسومات بها شنو أهمية؟ ما أهمية الكروموسومات أو ما وظيفة الكروموسومات؟ باو انتبه عليه. الكروموسومات لها أهمية. أول شيء شنو؟ تعمل أو نقدر نقول تحمل الجينات التي تعمل على نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. زين، النقطة الثانية انتبه عليه، يقول مهمة في ألف التكاثر، باء التباين، جيم الطفرات، دال الوراثة. تبع عليه. شوف هسه شنو شبكة كروماتينية في هذا المخطط البسيط وبكل أسئلة الوزارية. يقول عبارة عن تراكيب خيطية متداخلة غير منتظمة تتضح إلى عدد من الكروموسومات. شوف عدد من كروموسوم واحد، عدد من الكروموسومات أثناء الانقسام الخلوي. هذه الكروموسومات تسميها تراكيب عصوية، حيث يظهر كل كروموسوم مؤلف من كروماتيدين شقيقين مرتبطان معا بواسطة شنو؟ الجزء المركزي. وللكروموسومات أهمية كبرى في شنو؟ في الأحياء، حيث تعمل على نقل الجينات أو صفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، ومهمة بالتكاثر والتباين والطفرات والوراثة. صار واضح؟ بس عدد الكروموسومات عددها شنو؟ ثابت في أفراد الأنواع المختلفة، عددها ثابت في أفراد الأنواع المختلفة. شوف مثلا عندنا نجي الإنسان إيش قد عدد الكروموسوم مالته؟ 64. هاي بيا خلية بالجسمية، إحنا نعرف الجنسية نص العدد، الجنسية إيش قد؟ نص العدد. فالإنسان إذا عدد 46 هنا ايش قد يصير عندك؟ 23. فيقول يبلغ عدد الكروموسومات الجنسيه في الانسان فراغ ايش قد؟ 23. والجسميه 46. الحصان ايش قد؟ 64. الجنسيه مالته ايش قد؟ 32. الفراشه الاسبانيه ايش قد؟ 380. 380 نصها ايش قد؟ 190. دودة الاسكارس ايش قد؟ 2. تبع عليه. يقول يبلغ اقل عدد كروموسومي في فراغ الذي يبلغ فراغ عدد كروموسومي بالاحياء كلها اللي هو شنو؟ 2. بمن؟ بدودة الاسكارس. زين، بالجسمية ايش قد؟ 1. بعد شنو اللي عندي؟ عندي الضفدع ايش قد؟ 26. هنا ايش قد؟ 13 والى اخره. صار واضح؟ فتعال نرجع هنا. يقول قارن بين الرايبوسومات والكروموسومات. هاي مقارنة مهمة. الرايبوسومات توجد في سيتوبلازم الخلايا البدائية وعلى سطوح الشبكة البلازمية الداخلية شنو؟ الخشنة في حقيقية النواة من حيث الموقع. الكروموسومات توجد داخل النواة في الخلايا الحقيقية النواة في المنطقة النووية في الخلية البدائية والمنطقة النووية في الخلايا البدائية ضمن الشبكة الكروماتينية. الرايبوسومات وظيفتها مسؤولة عن تكوين البروتين، هاي تحمل الموروثات التي يتم بوصلها نقل الصفات الوراثية من جيل لآخر، وتلعب دور أساسي مهم في التكاثر والتباين والطفرات والوراثة. الرايبوسومات تنشأ من النواية، هاي تنشأ من الشبكة الكروماتينية. عددها كثير غير محدود، هنا شنو؟ عددها ثابت لكل نوع من الأنواع. صار واضح؟ يقول حبيبات صغيرة، هنا شنو؟ تراكيب عصوية الشكل في الغالب. باو هنا عددها غير محدود، الرايبوسومات ما بيها فد عدد معين، بس الكروموسومات كل نوع من الأحياء عنده شنو؟ عدد معين. فدودة الأسكارس ايش قد بيها؟ 2. تمام؟
فراشه اسبانيه 380، الذبابه المنزليه 12، الضفدع 26، الحمامه 80، الحصان 64، الانسان ايش قد 46. علما ان عدد الكروموسومات للخلايا الجنسيه هو نصف العدد للخلايا الجسميه، يعني الجنسيه نصف العدد. مثلا الانسان 46 بالخلايا الجسميه والجنسيه ايش قد تحتوي 23. عندي اخر شيء مقارنه بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه وتنتهي عندي المحاضره الثانيه. يقول الخلية النباتية محاطة بجدار شنو؟ خلوي، محاطة بمن؟ بجدار خلوي. هنا لا تحتوي الحيوانية على جدار خلوي. السيتوبلازم يحتوي عليه من على بلاستيدات، هنا الحيوانية أكيد ما بها بلاستيدات. هنا الخلية الحيوانية النباتية لا تحتوي على الجسيمات المركزية بس تحتوي على مراكز تخليق النبيبات الدقيقة. تمتلك جسيمات مركزية مهمة في انقسام الخلية، هنا تمتلك فجوات قليلة العدد كبيرة الحجم. هنا تمتلك فجوات كثيرة العدد صغيرة الحجم. عند انقسام الخلية هاي النقطة خلوني أخذها بمن؟ بموضوع انقسام الخلية. خلصت محاضرتي وياكم، والامتحان راح يكون بها الساعة من الساعة 9 بالليل لحد الساعة 10 على البوتات الموجودة، ونشوفكم بالمحاضرة الثالثة. في أمان الله وحفظه.